أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. اليوم بنعمة الرب رح نتأمل بعظة بعنوان دم المسيح. كثير نحن كمؤمنين بنصلي حتى بنقول باسم يسوع وبدم يسوع، واغسلنا يا رب بدمك وطهرنا بدمك، واعمل نستخدم الدم يسوع المسيح كثير. اليوم رح نتأمل ليش؟ شو في مميز دم يسوع المسيح؟ ليه هو يختلف عن باقي الدماء اللي سكبت على هاي الأرض؟ صدقني إذا برا على الشارع امسك حفنة التراب عملها بإيدك، لاحتمال تكون هاي حفنة التراب من أي مكان تقدر ملطخة بالدماء تقريبا بنسبة 99%. دماء كثيرة نزفة في عالمنا. طيب ما يجعل هذه الدماء تختلف عن دم المسيح؟ وما يجعل دم المسيح يختلف عن باقي دماء بني آدم؟ قبل ما نتحدث عن دم المسيح بدي تفهموا فكرة أو نقطة من الكتاب المقدس، إنه الله علمنا أن النفس هي في الدم، عنصر الحياة موجود في الدم. ومن أول قيام البشرية كانوا يذبحوا الذبائح ويقدموا ذبائح سفكت دماها تعويضا عن الإنسان الذي كان يقدم الذبيحة. ليه؟ لأنه بعد خطيئة الإنسان شو صار؟ صار في موت. فنشوف قايين وهابيل يقدم من ذبائح الأرض، وهابيل يقدم يقدم تقدمات للرب، وهابيل يقدم ذبيحة، وهي الذبيحة عرضت الله. بنشوف نوح قدم ذبائح، بنشوف إبراهيم قدم ذبائح. عبر العصور الذبائح دائما كانت تقدم، والفكره بسيطه ان الشاء او الكبش او الحمل او الخروف كان دمه يسفك عوضا او فداء عني عن الانسان. تذكروا في عيد الفصح الله ارسل الملاك المهلك على كل بيوت المصريين وقال لهم لشعب إسرائيل تأخذوا دم الشاه وتضعوه على قوائم البيت، على قائمتين والعتب العليا، واسمعوا في سفر الخروج 12 الآية 13 يقول يكون لكم الدم علامة، يكون لكم آية. إيش يكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضرب للهلاك حين أضرب أرض مصر. بتقول لي يا سيس إيش يعني الدم يكون علامي فأرى الدم؟ يعني شو الله بيعرفش مين في البيت كان يحتاج لدم عشان يعرف كان بيت مصري ولا بيت عبري؟ لا، العلامه مش للرب، العلامه لشعب اسرائيل. ليه؟ لانه الذي كان يؤمن بالكلمه اللي قال الله خذ من دم الشاه، خذ من دم الخروف، وضع على قائمتين البيت والعتب العليا. لما انت بتعمل هذا الشيء بالايمان، انت بتعمل هذا الشيء
وكل الثقة أن الملاك الموت والمهلك لن يدخل بيتك. هذا الإيمان أني أضع الدم على حياتي على بيتي ينجيني من الهلاك. هذا اللي كان محتاج علامي مش الله. ولكن يقول الكتاب أرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضرب. إذا كان الدم هو علامة للنجاة علامة للخلاص. بس تذكروا أن المهلك لن يدخل إلى هذا البيت لكي يهلك لكي يميت. ولكن في حالتين مات مين؟ الشاه الخروف الحمل. وكأنه هذا الخروف هذا الحمل دفع أو فدى دفع ثمن أو فدى هذا الإنسان اللي وضع على بيته ذبح الخروف لكي ينجى هذا العابد، ذبح الشاة لكي ينجى هذا الإنسان الذي آمن بهذا الكلام. هاي الفكرة. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما في. طيب. في العهد الجديد أصبح الدم مش دم الحمل اللي هو الخروف، إنما أصبح دم يسوع المسيح الذي هو حمل الله. الكتاب المقدس يشبه كثير يسوع بالحمل أو بالخروف، مش بالمنظر إنما بالعملية التي كان يعملها الخروف أو الشاة أو الحمل أنه يفدي. يوحنا شو قال عنه؟ هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فصار الدم في العهد الجديد هو ميثاق العهد. صار ميثاق أو أساس العهد. شو الدم؟ تذكروا لما كل يوم أحد نقف أمام هاي المائدة ونصلي ونقول هاي الكلمات على عصير العنب والخبز، نقول وهذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. هذه الكأس هي عهد جديد. كيف صار هذا العهد الجديد؟ بدمي. إذا دم يسوع المسيح فوتنا العهد الجديد مع الله. واليوم بدي نعطي بعض النقاط رح نمر عليها بسرعة عشان ما نطول. شو بيعمل دم يسوع المسيح؟ ونبدأ في رسالة أفسس الإصحاح الأول والآية 7. دم يسوع المسيح فيه غفران الخطية. شوف أفسس 1:7 الذي فيه يعني يسوع المسيح لنا الفداء. شو يعني الفداء؟ يفديك عن ما مفروض كان سامي يموت بسبب خطيته. إجا يسوع المسيح لا يا رب أنا بموت مكانه. إذا يسوع فداء مات مكانه. هذا كان يعمله الحمل أو الخروف، كان يفدي العابد الذي كان يأتي بنهاية فضل وتذبح ودماء هذا الشاة والخروف يكون فداء للعابد الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. إذا الدماء تغفر. ليه؟ لأن الله يرى الدم ويعبر، وكأنه يقول أوكي في دم يسوع المسيح أنا بدي أغفر خطية مروان، في دم يسوع المسيح أنا بدي أغفر خطية يوسف وكريستين وآلي، في دم في تمن في فداء. إحنا موجودين هون لأنه في واحد دفع الدم. وهذا الدم يغفر الخطية، يغفر النجاسة، يغفر أي شيء اقترفنا. أمين؟ طيب شوفوا رسالة العبرانيين 9:12. يسوع المسيح أرضى الله بالذبيحة اللي قدمها له، مش دم تيوس وخرفان أو عجول. لا، بقول الكتاب رسالة العبرانيين وليس بدم تيوس وعجول. كيف كان يعمل العهد القديم؟ كان يذبح الذبائح. لكن شو عمل؟ بل بدم نفسه. واو،
دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. إذا الدم اللي سفق يسوع المسيح شو سبب لعنا؟ فداء. قول أنا مفدي. آمين. شو أنا مفدي؟ أنا ما مدت، أنا صار لي حياة، في واحد فداني مات بدالي. أنا مفدي، أنا مفدي، أنا مفدي، واسمه الفادي. ليه؟ لأنه قدم دمه، قدم دمه، وبهذا الدم دخل إلى قدس الأقداس فوجد فداء أبديا. مبارك اسمك يا رب. شو بطرس الأولى الإصحاح الأول آية 18، عالمين أنكم افتديتم، أنت وأنت 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 وأنا مفديين، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى فضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. طيب ما كان ليش افتدينا؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. كما كان تشبيه مين الدم؟ الدم من المسيح. إذا نحن افتدينا بمين؟ مش بخرفان، ما عاد في حاجة لخروف ولا لفيوس ولا لعجول، للي فدان هو دم المسيح، للدم الكريم بلا عيب بلا دنس، دم المسيح. أنا مفدي، أنا مفدي. مبارك اسمه الرب. هاليلويا هاليلويا. إذن أول نقطة قلنا بالدم في غفران الخطيه، ثاني نقطة قلنا في بالدم فداء، ثالث نقطة شوفوا بسفر الرؤيا 5:9. سفر الرؤيا 5:9، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر، عم يحكي عن مين؟ عن يسوع، وتفتح خطوبه. ليه؟ لأنك ذبحنا واشتريتنا لله بدمك. إذا نحن اشترينا، لما تروح تشتري شيء، تروح تشتري خبز، شو بتساوي؟ تشتري الخبز مقابل ايه؟ مصاري. اذا المصاري هي السعر او هي الثمن حتى تستطيع ان تشتري الخبز، حتى تفدى وتحصل على الحياه الابديه كان لازم. هذا كل تفكروا انه يسوع لم يصفر ومش عارف الكلام، اذا يسوع لم يصفر دمه اذا ما في ثمن، ما في إلا خلاص، ما إلا فداء. وهو الكتاب أنه اشترانا. كيف اشترانا؟ لله. كيف؟ بدم. في سعر دم مبارك. اشترانا لله بدم من كل قبيلة ولسان وأمة. شو يعني؟ يعني يسوع المسيح دمه يفدي كل بني آدم، مش هو دول أبيض دول أسود، هو مسيحي مسلم دول في يهودي بودي مدني، مين ما كان يكون نفس الدم قادر أن يشتري ويخلص إلى التمام كل الذين يعتبرون به. هذا دم المسيح. إذا هو ثمن دفع الرب حتى يشترينا. أنا اشتراني في أي تمثيل اشتراني أريد بيها. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. طيب دم يسوع المسيح يطهرنا ويغسلنا من خطايانا. نشوف هذا في سفر الرؤيا برضو صح الأول والآية 5، يقول ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. يسوع المسيح الشهادة الأمينة، البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا. كيف غسلنا من خطايانا؟ بدمه. مش طفل عادة واحد بيجي عليه دم مش عارف يتوسخ، إلا دم يسوع المسيح بيجي عليك بطهرك. هذا الشيء صعب أمركم نصلي مع ناس قلوا غسله بدم، غسله يا رب بدم، غسله بدم. كيف غسلين بيرش على دم بس الوزن صحيح، بس هذا الدم بيطهر من الخطيئة.
وهي الفكره مش موجوده بس هيك بيوحنا 1:17 الاولى يوحنا 1:17 بيقول ان سلكنا في النور كما هو النور في النور فلنا الشركه بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه شو يسوي؟ يطهرنا من كل خطيه. دم يسوع يطهرنا. مبارك اسمك يا رب. مبارك اسمك. طيب شو كمان بيعمل الدم؟ دم يسوع المسيح بيعطينا الغفران. غفران شو المغفرة؟ العدالة تقول للإنسان موتا تموت تبع القضاء عليك الحكم. آدم ونسله أتى عليهم حكم الموت. ليه؟ بسبب الخطية. مش بس بسبب خطية آدم، هو الحمد لله إحنا أخذنا إحنا مش رح ندفع ثمن خطية آدم. كل شيء ورثناه من آدم هو طبيعته الساقطة، والحمد لله من وقت لليوم ما خليناش خطية نعملها. مش حاجة لآدم عشان نمر خطايا، بكفي خطايانا لحد بنودينا على الملك. ها؟ على الملك. مش حاجة لآدم. بس القضاء يقول يوسف خاطي موتا يموت. بيجي الدم وبيحمل الغفران. شوف يعني عبرانيين 9:22 كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل. فيش سفك دم فيش مغفرة، يا الشاة يا الخروف يا الإنسان. فكان الإنسان يجيب الخروف يذبح الكاهن ويأخذ من دمه ويرش على العابد ويرش على المذبح وهيك الخروف دماءه المغفرة لمين؟ للعالم. سد التاني، سد القضاء. في العهد الجديد في كولوسي 1:14 بقول هاي الآية، اسمعوا معي. كولوسي 1:14 أبي شو قلنا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة؟ طيب شو بدي أسوي؟ شو بدي أذبح؟ شوف الذي لنا، قول معي لنا وهيك اضرب على صدرك يعني لنا فيه الفداء المفدي بشأننا. طيب قال بدمه غفران الخطايا. انا خطاياي غفرت بسبب دم المسيح. انا خطاياي لما بيجي الرب يفتح السفر ووقف قدامه يوم من الايام بقول ما مش مسجل شيء هون. شو مش مسجل شيء صار بقلبي بدا اعرف بدي اتذكر كل الخطايا والنجاسات اللي شيء عملتها. بيطلع الرب على السفر بيقول مغفوره خطاياك صفحتك بيضا. ليه؟ الدم يسوع المسيح وفاه ويسوع المسيح دفع الثمن انت مفدي ادخل هللويا الى فرح صديق مبارك اسم الرب. هل دم المسيح امين؟ امين. دم المسيح يبررنا. شو يعني يبررنا؟ قبل شوي حكينا عن القضاء، القضاء هو في حكم الموت، التبرير ما تطلع بار، تطلع براءة. ما في حكم عليك بعد، شوف. رومية 5:8 ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. إذا الدم شو يساوي؟ يبررنا. كيف؟ يبررنا. أنا ما علي حكم بعد، ما علي غضب، ما علي دينوني. لا شيء من الدينونة على دين موقف المسيح. ليه؟ لأنه الدماء بررتنا. أنا بار. مش أنا مش خاطي، أنا خاطي بس ما في علي حكم. ليه؟ لأنه في واحد أخذ القصاص عني، في واحد بررني. مبارك اسم الله. طيب
عم بحاول أفشي حتى ما أطول عليكم لأنه حقيقة في كتير أشياء رائعة. طيب دم يسوع المسيح يقربنا ويصالحنا مع الله. الخطية عملت عداوة بيننا وبين الله، بين آدم والله، بين الإنسان والله. دم يسوع المسيح في رسالة أفسس 2:13. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبل البعيدين، قالوا بعيدين كنا عايشين بالخطية، ويقول خطاياكم صارت فاصل ما بين بينكم، ما في، ما بيقدر نجمع بين الظلم والنور، ما بيقدر خطيتنا وطبيعتنا الساقطة تقترب إلى الله. كنا بعيدين، كنا أعداء بالطبيعة، أبناء الغضب. طيب أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين. شو اللي قربني؟ قال بدم يسوع المسيح. انت قريب، قريب يا حبيبي، قريب بالرب. مش عايز تقول يا رب بخيرك قرب، انت قريب بدم يسوع المسيح. قربني، جعلنا ابناء. كل الذين قبلوه اعطاهم السلطان ان يسيروا ايه؟ اولاد. انا مش شعب، مش خرباء، مش عبد، انا ابن لله في المسيح. بفضل مين؟ بفضل الدم. بفضل الدم. قول امين. بس الاساس مروان صح؟ امين. امين. طيب عبرانيين 10:19. فإننا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. صار عندنا ثقة. عبرانيين 10:19. صار لنا ثقة. قبل كنا غرباء، كنا أعداء، ما بنقدر نقرب، بس لما قربني أنا صرت مقرب، صار عندي ثقة إلى دخول الأقداس. كيف؟ بدم يسوع المسيح. بحضر الله بقدس الأقداس، بصدق الدم. مش أنا محتاج لكاهن يروح يرش الدم علي ويصلي عني ويقدم ذبائح ويوم الغفران ويوم كل يوم بدي أقدم ذبائح عن خطاياي، وبعيد الفصح وبعيد الغفران وبعيد الفلان، ذبائح أنا كل سنة حتى أسئلة. أنا مقرب، أنا ابن، وعندي ثقة أدخل إلى محضر الله. لما بغمض عيني وبرفع عيني ومغمض عيني كمان، لما بقول يا رب أدخل محضرك باسم يسوع المسيح الفداني، أبواب السماء بتنشق وصراحة. هللويا. لا بحاجة لواسطة، لا بحاجة لشفيع، لا بحاجة لبروتكسيا، لا بحاجة لشيء. دم يسوع المسيح يدخلني إلى قدس الأقداس. مبارك اسم الرب. هللويا. 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 كيف الرب عمل هاي المصالحة؟ برضه بالدم. شوفوا كولوسي 1:19، الذي فيه السر سر أن يحل كل الملء، ملء اللاهوت، ملء اللاهوت يحل في شخص يسوع المسيح. كل شيء بدك تعرف عن الله موجود في يسوع. الذي فيه يسوع سر أن يحل كل الملء، ملء اللاهوت. شوف وأن يصالح به يسوع الكل لنفسه، عامل الصلح كيف؟ بدم صليبه، بواسطته، سواء كان مع الأرض أم مع السماء. إذن الصلح بيننا وبين الله تم من خلال الدم الغالي الذي سفك على الصليب. أنا بطلت عدو، عملنا سلام. قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام. قبل كنا أعداء، أبناء الغضب، أبناء المعصي، هالكين. أنا اليوم في صلحة بيني وبين الله، في سلام. وصلت لي الدم يسوع من خلال دم. أمين؟ مجد اسمك. طيب آخر شيء
سفر الرؤيا 12:11 سفر الرؤيا 12:11 وهم غلبوه للشيطان. كيف غلبوه؟ بدم الخروف. شو الخروف اللي يسمونه؟ خروف مقصود الرمز ليسوع المسيح. هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادته. إذا دم يسوع المسيح يعطيك غلبة على الشيطان، يعطيك غلبة على الخطيئة، يعطيك غلبة على عدو النفوس. ها؟ هم غلبوه بدم الخروف، بدم الحمل وبكلمة شهادته. هذا الدم اللي انسفك على الصليب. تخيلوا لو كل الحكي هذا مش موجود، بعرف شو مصيرنا؟ هلاك أبدي، عذاب أبدي، ما في خلاص. لو يسوع ما مات وانسفك دمه، كل الحكي هذا ما يطعم. عشان هيك دم يسوع المسيح بقول دم يصرخ أفضل من هابيل، من دم هابيل. شو دم هابيل؟ قال له لقايين دم أخوك يصرخ خير من الأرض. ليه؟ لأنه قايين قتلوه. ولا سفر العهد يقول عن دم المسيح أنه الدم يصرخ أفضل من دم هابيل. دم يصرخ شفاء، دم يصرخ تبرير، دم يصرخ حرية، دم يصرخ خلبي، دم يصرخ فداء، دم يصرخ حياة، حياة، حياة. أصرخ، يصرخ، يصرخ، يصرخ لخلاص البشر. إيه بالدم من الموضوع؟ بطل فيه شيء. كان حتما يجب أن يسفر دم المسيح. عشان هيك لما إجا بطرس مسك السيف وضرب عبد قاضي المئة، قال له يسوع، قال لي فكرك ما بقدر، انا فكرك ما بقدر اكل من قد جوز الجيش، ما شكلك فيني. صار خلص الكنت انه اخلص نفسك وايامك، خلص نفسي، لو انا خلص نفسي كل من هلولا. لو يسوع خلص نفسه كلنا هلولا. وبعد اسمه ربنا نحن نصلي. هللويا.